بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم إخوتي وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا والذاكرات. أتحدث اليوم عن امرأة عظيمة جليلة ذاكرة محبة طائعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي زينب بنت رسول الله. زينب بنت رسول الله هي مثال للمرأة الصالحة، مثال للعلاقة الجميلة وللحب الطيب الطاهر بين المرأة وبين زوجها. في حب زينب لزوجها قصص كثيرة ومغامرات، ولكنها كانت امرأة محبة عاشقة كريمة تحب الخير لزوجها. في المواقف التي أتحدث فيها عن زينب، الموقف الأول أن زينب كانت تتحمل الأذى مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام. روى الحارث بن الحارث أنه جاء في الجاهلية مرة فوجد رجلا، هو يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفه من قبل، يدعو إلى الله ويقف بين الناس ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال الحارث: فرأيت الناس منهم من يضرب التراب في وجهه، ومنهم من يتفل في وجهه، حتى انتصف النهار، فجاءت جارية وضيئة معها قدح من ماء كبير، فأخذه فغسل وجهه وغسل يديه، فنظر إليها وقال: يا بني لا تخافي على أبيك، يا بني خمري نحرك. قال الحارث: فسألت: من هذا ومن هذه؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله، وهذه زينب ابنته. إذن في هذا الموقف الأول نرى بأن زينب شاركت النبي عليه الصلاة والسلام في تحملها للأذى. موقف آخر: عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت زينب متزوجة من العاص بن أبي الربيع، وكانت تحبه وكان يحبها. حاول المشركون أن يضغطوا على أبي العاص زوج زينب من أجل أن يطلقها، وأغروه: أننا نزوجك بأي امرأة من قريش، لكنه رفض وقال: والله لا أستبدل زينب بأي امرأة. زينب أسلمت مع أول من أسلم من أول يوم، وعلى فكرة هي من المبشرات بالجنة، وعرضت الإسلام على زوجها لكنه لم يسلم، وبقيت مع زوجها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر أهلها جميعا، وبقيت هي في مكة مع زوجها. هي تتأمل أن يسلم، وتضع دائما أمام عينيها النظرة التفاؤلية للمستقبل، أن ربما يأتي يوما ويسلم أبو العاص. فحصلت غزوة بدر، وكان أبو العاص مع المشركين المقاتلين ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو العاص لم يباشر القتال، إنما خرج مع قومه حياء، مثله مثل العباس. المهم، وقع أبو العاص في الأسر، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المشركين أن يفدوا هؤلاء الأسرى 70 أسير، وأرسلت زينب من مكة من أجل أن تفدي أبا العاص، أرسلت قلادة كانت خديجة قد ألبستها إياها يوم عرسها. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة تأثر كثيرا ورق كثيرا وبكى، وقال للأصحاب: إن رأيتم أن تردوا لها قلادتها وزوجها فافعلوا، وما رضي أن يأخذ منها القلادة ويحرمها منها. فرجع أبو العاص، ولكن اشترط عليه النبي أن يرسل زينب ويفرق بينهما. فعندما عاد أبو العاص إلى مكة وفى للنبي عليه الصلاة والسلام وأرسل زوجته إلى المدينة. بالطبع هنا عندما خرجت زينب إلى المدينة لم يستطع هو أبو العاص أن يخرجها ويودعها، إنما أرسل أخوه من أجل أن يخرجها، وحصل هنا موقف أن المشركين جاءوا من أجل أن يمنعوا أخاه كنانة من أن يسلم زينب لزيد بن حارثة الذي كان ينتظرها خارج مكة، لكنهم أخافوها وجفل البعير ووقعت زينب، فأصيبت زينب وكانت حامل فأسقطت حملها، ثم أخذوها إلى المدينة. في المدينة كانت زينب تنتظر أبا العاص، ذاك الزوج الصالح الذي ما رضيت أن تبدله أبدا. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال لها: يا زينب إن عمر يخطبك. فسكتت زينب، زينب تحب زوجها وتريد من زوجها أن يأتي ويسلم، فقالت: يا رسول الله
إن أبا العاص حيث قد علمت كان نعم الصهر، وإني أرى أن تنتظره إن رأيت. فعلم النبي أنها تحبه فسكت عنها ورد عمر. بعد سنوات خرج أبو العاص تاجرا بمال من أموال قريش إلى بلاد الشام، وهو في طريق عودته جاء سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام، فقبضوا على القافلة جميعا وهرب أبو العاص. أخذوا الأموال وأخذوا العير، لكن أبا العاص هرب منهم. في الليل جاء أبو العاص إلى المدينة، دخل متخفيا ودخل إلى زينب، على بيت زينب، وطلب منها أن تجيره، فأجارته زينب حتى صار صلاة الفجر. وقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هو والأصحاب، ودخل في الصلاة فأطلقت زينب رأسها من حجرتها ونادت: أيها المسلمون، إني أجرت أبو العاص بن الربيع. بالطبع سمع المسلمون جميعا هذا النداء، ولكن النبي لم يكن عنده علم بذلك، ولا علم أن أبا العاص جاء إلى زينب في الليل. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته والتفت إلى المسلمين وقال: إني ما علمت شيئا حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. طالما أن زينب أجارت أبا العاص، إذن فأبو العاص في أمان وفي جوار زينب. ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص وشرح له عن الإسلام، وحاول أن يدخله في الدين وأراه حال المسلمين، ثم أطلقه. عاد أبو العاص وطلب من زينب أن تتشفع أن يطلقوا سراح جميع من كان معه من أصحابه، فعادت زينب وتشفعت عند النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعطي أبا العاص جميع من كان معه، فأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان معه. هذا الموقف جعل أبو العاص يسلم، فعاد إلى مكة وسلم كل التجارة لأهلها، ثم جاء مهاجرا إلى المدينة ودخل من جديد وأسلم. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته زينب التي كان دائما يقول الشعر فيها شوقا إليها. قال مرة: ذكرت زينب لما يممت إضما، فسقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. بعد غياب 6 سنوات وفراق 6 سنوات عاد الزوجان إلى بعضهما البعض، ولكن للأسف بعد سنة واحدة توفيت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. نتعلم من قصة زينب الوفاء للزوج الصالح، نتعلم من قصة زينب أيضا الصبر على إيمان الزوج أو إيمان الرجل أو إيمان الأهل إذا كانوا مخالفين، سواء في الدين أو في المذهب أو في الفكر. نتعلم كل هذه المواقف من السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.